بلاي. رجعنا لكم من جديد في فير بلاي. تطورات كبيره في النادي الافريقي اكيد يوم امس، باش ناخذوا مع استقالة الناطق الرسمي للفريق كمال بن خليل، باش ناخذوا التسبب والتفاصيل من عند السيد كمال بن خليل. سي كمال اهلا بك. اهلا بك اسلام وبالسادة المستمعين. شنو احوالك؟ شنو الامور؟ لاباس؟ الحمد لله. مهدية لاباس؟ الحمد لله لاباس. حواس؟ حواس اي كهور شوية راحة. كهو باهي. سي كمال تفاجئنا شوية البارح ولا قلت البارح ما عرفش نسيت بالضبط، قلت البارح ولا البارح؟ البارح تخلطت عليا شوية الأيامات بالإخبار نتاع الاستقالة نتاعك. تدوينة كنت نشرت على صفحتك في فيسبوك، أكدت خلالها أنك استقلت من هيئة المديرة للنادي الإفريقي، عطينا الأسباب والتفاصيل من عندك. بالفعل البارح هذيك هي تدوينة حطيتها وقد كنت نشرت أعلنت فيها استقالتي. السبب الأسباب سبب رئيسي وقت الإنسان يحس روحه ما عادش ينجم يزيد ولا قاعد بالفارس ما عندوش علاش باش يقعد. أنا عم ناول كنت ناطق رسمي وتعبت فترة معينة ورجعت السنة على أساس أنه ثم نقاط رأى أنه لازم في النادي الإفريقي يقع الحسم فيها، أهمها ملف اللاعبين الكاميرونيين اللي نعتقد أنه تأثيراته، وأنا شخصيا رأيي هذايا تأثيراته كبيرة برشا على الفريق. تعرفوا الكل صار كاتب الاتفاق ومن بعد كاتب الاتفاق ما تمش العمل به. المحامي نشر تدوينة يقول فيها أنه نظرا لعدم الخلاص فأنه معناتها يلغي العمل بالكتبة ذاك. جانب من الجماهير حملتني أنا مسؤولية الإخفاق وأنا ما عندي حتى دخل في الموضوع هذا، مانيش أنا اللي نقرر خلاص الجزء الأول أو الثاني، دونك اعتبرت انه هذايا معناتها مسيء ليا انا في شخصي فقررت الانسحاب. هو حملوك انت المسؤوليه سي كمال اكيد مش على خاطر انت سبب في الموضوع، لكن الناس الكل ظهر لي استمعت للتصريح نتاعك في يافا مع صديقنا ايمن زروق، ظهر لي واكدت انه كذبت وقتها حتى الوكيل العام. قلت انا تصريح وقتاش هو؟ قبل بنهار ابارامون نهار السبت هكا ولا هو الجمعه؟ هو المحامي وقتاش سي ايمن قال لي المحامي تراجع. قلت له انا راه ما تراجعش، هذا سيتي فوندردي، المحامي تراجع نهار السبت، معناتها انا كي قلت نهار الجمعه راه ما تراجعش نتسمى كذبت ولا قلت الحقيقه؟ قلت له كنت معاه منذ قليل في التليفون، ظهر لي هكا كنا معاه في التليفون وقال انه ما ثماش اشكال وهو طلب معناتها بوريتر بريسي من غدوه طلب اون بروف اكريت اللي بداوا في عمليه التحويل. يبدو انه الاداره ما مكنتوش من البروف هذه فهو ولا مشى في نفس التوجه نتاع الوكيل واعلن الغاء العمل بالاتفاقيه. انا التفاصيل هذه ما عنديش، انا اللي عندي انه صار اتفاقية أنه النادي الإفريقي حصل على كاتب صلح مع المحامي هذا، من بعد جاء الترانش الأولانية ما دفعتش، كمال بن خليل ما عنده حتى دخل فيها الترانش الأولانية أنها ما دفعتش، دونك ما نقبلش أنه نتحمل مسؤولية حاجة أنا ما عنديش فيها دخل، ففضلت أني ننسحب ونستقيل وكهو. عندك التفاصيل نتاع علاش ما دفعتش سي كمال ولا ليه؟ فمش عمولة ولا شنو بالضبط؟ لا ما عنديش تفاصيل، اللي سمعته أنا باش نكون أمين اللي سمعته يقولوا أنه صار تعطيل على مستوى البنك المركزي، إن شاء الله يكون هذا السبب الرئيسي وإن شاء الله الجمعة ذي يقع تذليل هالصعوبة هذه على مستوى البنك المركزي، لأنه باقي ظاهر أنه فائدة كبيرة للنادي الإفريقي أنها تنفذ الاتفاقية هذه اللي تنجم تجنبنا برشا مشاكل في الملف هذا. إذا كان صار في البنك المركزي معناها فما بروسيدور صارت فما وراق كنت كان نجم الهيئة تبعثهم معناها للمحامي معناها. هذا هو أنا مشكلتي أني معناتها قعدت كلام ما قبلتش لأنه عم ناول بكل صدق مرتين ولا ثلاثة يصير ملف وبعد ما نلقاش فيه الكلام اللي صار، دونك المرة ذي قلت لا ما إنه نيبا كيستيون باش تتعاود معناتها. لن اسمح بان يعيد التاريخ نفسه، فهمت؟ دونك الافضل لي انا وللفريق اني نمشي على روحي تو سامبلومون. حسب ما فهمت من كلامك الهجمه من الاحباء هي السبب الرئيسي في الاستقاله ماتر. الاحباء نفهمهم، اللي ما نفهموش هو السبان، انا نفهمه كي يقول لي شبيك ولا علاش، اما اللي ما نقبلوش السبان معناتها سيرتوك انا ما عندي حتى شيء، وسيرتوك انا يعلم ربي هو كسامي المقدمي موجود انه جي فيها نيفور كبير باش الاتفاق هذا وصلنا له. معناتها اذا كان نعمل انيفور انا ومن بعد ما يصيرش تفعيل الاتفاقيه لسبب خارج على ارادتي ما فماش علاش باش نسب. دونك
طوبى لمن لزم بيته. لهنا تلوم الهيئة اللي حضرتك هي نقوله في رأس المدفع ولا في وجه المدفع مثلا؟ ما يحطني حد في وجه المدفع، أنا أتحمل مسؤولية اختياراتي ومسؤولية قراراتي. وقت اللي جيت باقتناع، وقت اللي خرجت باقتناع. معناتها الهيئة الناس ما هيش حتى حد ما غبي في الزمن هذا. إذا كان الهيئة خدمة الناس يعرفوها خدمة، إذا ما خدمتش يعرفوها ما خدمتش. أنا نتحمل مسؤولية اختياراتي الخاصة وكهو. غلطوك سي كمال؟ لا ما غلطني، يعني قلت لك نتحمل مسؤولية اختياراتي، حتى كان غلطوني نتحمل مسؤولية أنهم غلطوني. أي خاطر ما نصورش من معتمد راسك، أنت خرجت وتكلمت قلت صار الاتفاق، نصور هي قالت لك راهو. لا الاتفاق موجود، المحامي بيدو أشار له. نحكي على الفيرمون مش على الاتفاق، نحكي حتى على الديلي. الفيرمون معناتها أنا مانيش أنا المسؤول المالي، ومانيش أنا اللي نمشي للبنك المركزي، ومانيش أنا اللي نعمل إجراءات التحويل، دونك فما مينيموم نتاع ثقة بيناتنا. كي تقول لي راهو ثما صار بدينا في اجراءات التحويل وبعد ما نلقى ما بديناش، ما مانيش مستعد ان نتحمل وزر الامر هذا. صار اتصال مع رئيس النادي بعد استقاله ولا قبل لا ولا لا؟ لا 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 من نهار الجمعه تقريبا، من نهار الجمعه ما صارش حتى اتصال. وحتى قبل الاستقاله ما تشاورتش معاه فيها ولا؟ باديتو لا لا، هاني قلت لك اخر حديث صار بيناتنا نهار الجمعه في الليل. البيان اللي هبط بعد الاستقاله ماتر في شويه كلي تلميح نتاع عباد خيات على النادي فيهم، تلميح لك انت ولا لا؟ ايش نقول لك، شفته انا البيان، التشويش انا ما شوشتش، اشاعات ما نشرت حتى اشاعه، ما حكيت حتى شيء. انا في الاستقاله نتاعي حكيت حقائق ثابته، قلت راهو الاتفاق تم، وراهو الديلي نتاع لو 26 موجود، وراهو الخلاص في لو 26 ما تمش، وانه المحامي كتب تراجع، وانا ما نقبلش السبان ومشيت على روحي. هما معناتها اذا البيان يشير لي لي انا، ربي يهداهم وربي يسامحهم وكهو. رئيس النادي والمحيطين ولا اللي يخدموا توا يعرفوا كمال بن خليل باش عاون وكيفاش دز وحاول يخدم الجمعيه، لكن اني نكون مره اخرى باراشوك للاخطاء انا ما عندي فيها حتى دخل، لا سبيل اليه، مانيش مستعد. اللي نقراه من الاستقاله ماتر معناتها ما عادش فما ظهر لي باب للصلح بين الكلوب والمحامي، معناها صحيح الامور خفت من يد الهيئه. والله ان شاء الله يكون باقي ثم صلح. حسب قراءتك انت فما ولا؟ حسب قراءتي انا، حسب ما على شفت من المحامي البلجيكي يبدو انه لا، خاطر معناتها سي اون بيرسون كاتيجوريك، معناتها ما عندهاش مجال نتاع لا مارج نتاع التفاوض مش كبير مع الشخصيه هذيك، فهمت؟ ان شاء الله يكذبوني ونطلع معناتها تصوري غلط، لانه مهم جدا انه كتب الصلح هذاك يقع تفعيله. حسب ما حكيت معاه سي كمال باش يهدد السيد فما بخلاف المنع من انتداب ما عنده باش يهدد، باش يهدد بالبنيه. لا 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 بعد تدليس وعنده باش مهدد الكلوب، باش مهدد اليوم عقب ما منع انتداب فما غرامه خاطر الحكايه فما تدليس. معناه هو القرار الصادر في الملف هذايا الزام النادي الافريقي بهذا جمله من المبالغ الماليه مع المنع من الانتداب، دونك الملف هذا مازال في الطور الاستئنافي. توازي انا مع الطلبات الماليه، هو المحامي كان قدم شكايه ضد النادي الافريقي في التدليس، انا هذا اللي خايف منه. معناتها شوف ساعات انت في المحكمه، خلينا نكون صريح وواضح، في المحكمه ساعات تبدا صاحب حق وتخسر قضيتك لانك تعوزك وسائل الاثبات، لانه تعوزك طريقة التعامل، لأنه يعني عندك خلل في الإجراءات. استثناء هذا استثناء ماتر، استثناءات إذا كنت صاحب حق صعيب تخسر قضيتك معناها. لا أنا قلت لك، أنا مثلا أنا تسلفت من عندك 5 ملايين وما عطيتكش كتب وتمشي تشكي أنت، تخسر قضيتك لأنه ما عندكش كتب والحال أنك أنت صاحب حق. فهمت؟ دونك أنا ما نحبش الكلوب أنكور لو ريسك هذاك حتى واحد في الألف. هذا هو فقط، هذا هو. باش ناخذ من عندك ماتر لو كان تسمح شهاده التاريخ، نحي صفه، نحي كاسكيت نتاع ناطق رسمي، نحي ناس كاسكيت نتاع رجل قانون، نحب كاسكيت نتاع محب للنادي الافريقي. لحباء يداولوا اليوم فما خيانه صارت في النادي الافريقي، ملاعبي حتى شفنا تصاوروا معناها في يكوب في بطحه، معناها الملاعبي ما لعبش حتى دقيقه، ما لبسش مريوه. لا مش هو الملاعبي ذاك، انا سالت ماهوش تصاور اللي قاعدين يداولوا فيها، ماهوش الملاعبي. باهي شعلنا فيه مش مشكل، ما لبسش مريوه الكلوب حتى دقيقه، ما هبطش للبارك، ما ترى
معناها الجمله ياخو مليار معناها فما خيانه مات لهنا ولا تنزه لهنا الاشخاص. مش خيانه، مش خيانه، فما غلطه. هو يجي نقول لك حاجه، لازم نحطوا نسبوا الامور زاد من واحد يكون ما يلزموش خاطرني استقلت باش نولي زعما ننتقل للضفه الاخرى بصفه 100%. راه ما ننساوش حاجه، الملاعبيه هذوكم وقتاش وقع انتدابهم؟ وقع انتدابهم قبل امضاء العقد مع جوزي ريغال المدرب البلجيكي. داكوردو، المدرب هو اللي قال ما حشتيش به، وهذا مش معقول انك تنتدب قبل ما يجي المدرب. معناها زاد ما هو ما انتدبوا خاطر وقتها كان ثم مدير فني سي سفيان الحدوسي مانيش عارف مدير رياضي والمدرب الاخر اللي كانوا، وقع الانتداب وقتها. من بعد كي جا جوزي ريغا كانوا هزوز كاميرونيين من بين اللاعبين اللي وقع ارجاحهم التربص وقتها من حمام بورقيب. دونك بوتيتر وقتها الاداره تسرعت في انها فعلت العقود على التنظيم نتاع التطبيق نتاع الفيفا. يبدو انه معناتها هذا فاش صار، معناتها نقول انه تسرع مش خيانه، لا خيانه لا لا اعتقد. حتى حد سوء تصرف معناها تقول انت سوء تصرف معناها صحيح. بيه اللي ولام عليك مواقفك المتذبذبه، معناتها تتبدل المواقف نتاعك. اليوم مع عبد السلام، غدوه استقلت، بعد غدوه معاه، تقريبا مرتين ولا ثلاثه خدمت معاه. سهلة ياسر، أنا مواقفي ماهيش مع الأشخاص، أنا وإسلام المد بصحاب. إسلام يعمل باهي مع الكلوب أفريكان صاحب، تعمل خايب مانيش صاحبك من وجهة نظر نتاعي. تو سامبلومون أنا مواقفي شوفوها مع النادي الإفريقي متبدلة ولا لا مع الأشخاص. أمانة كي نعمل الخايب ونعاودو فما دونك فما عادش فما ثقة معناها. لا ما كي تعمل الخايب وتقول لي هاو باش نصلحو ما يسالش، معناتها يلزم نصلحو خاطر البوكاء على الأطلال مش باهي. باهي ياك عملت الخايب، هاي نقعد أنا شبيك عملت الخايب، شبيك عملت الخايب ونسبك، باهي أني سبيتك ومن بعد ما يلزم نقدمو لقدام. معناها نجمو نشوفوك معناتها مرة أخرى تكون مع عبد السلام اليونسي من جديد معناتها. لا ما عادش تشوفني لسبب بسيط شخصي وذاتي، معناتها لأنه الأمر تجاوز الخدمة معناتها في النادي الافريقي الى الاعتبارات نتاع كرامتك نتاعك انت في ذاتك، معناتها يسبك يبعث لك اس ام اس على الصفحة نتاع مرتك ويسبك ويسب لك مرتك، شنو دخلها معناتها؟ فهمت؟ لا معناتها وصلنا الى درجة من البذاءة انه يزي سماح. الجماهير اليوم تطلب باستقالة اليونسي بتخليه، مع المطلب هذه ولا لا؟ لا ما عندي حتى راي في هذا، انا عندي راي قانوني ولا زلت مصر عليه رغم خروجي من خطة الناطق الرسمي، وهو أنه المسار القانوني اللي قاعدين يتبعوا فيه بعض الزملاء في إلزام الجامعة بإتمام المسار، أنا أقول أنه مسار غلط وأنه المسار الانتخابي أغلق وانتهى. أنا ما زلت على موقفي القانوني، تبقينا أسكو عبد السلام يخرج ولا هذاك أمر يهمه هو بدرجة أولى، والجماهير من حقها باش تطلب أي طلب. واضح، يعطيك الصحة سي كمال. عايش، شكرا على كل التفاصيل اللي مديتنا بها سيد كمال بن خليل الناطق الرسمي السابق للنادي الافريقي المستقيل منذ يوم تقريبا من مهامه في النادي الافريقي. فاصل موسيقى.